السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم في برنامجكم الأسبوعي درر من سور. واليوم معانا سورة عظيمة من سور القرآن، ألا وهي سورة الإسراء. هذه السورة سورة مكية نزلت على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وموضوعها الرئيسي تثبيت الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وتأييده بالآيات البينات وبشارته بالنصر والثبات. قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في سورة الإسراء: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. عندما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا كسر الأصنام التي حول هذه الكعبة، وهو يقرأ قول الله عز وجل في سورة الإسراء: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولهذه السورة العظيمة أسماء، منها سورة الإسراء لتلك المعجزة التي حصلت على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في جزء من الليل يقظة روحا وجسدا ليريه الله عز وجل من آياته الباهرة، إنه هو السميع البصير. وسميت هذه السورة بسورة سبحان لأنها ابتدأت بسبحان الذي أسرى بعبده، وسميت أيضا بسورة بني إسرائيل. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي. سميت ببني إسرائيل لأنه ذكر في هذه السورة عن بني إسرائيل ما لم يذكر في غيرها. أعلى مرتبة ينالها الإنسان على وجه الأرض أن يكون عبدا لله. وصف الله نبينا بالعبودية في مقامات عدة. في مقام الإسراء قال الله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. في مقام إنزال القرآن: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبيا. الكتاب الذي تقرأه لأول مرة وتتفاجأ بما فيه رغم أنك أنت من قام بالأعمال التي فيه، هو كتابك يوم القيامة. عندما يقال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الله في سورة الإسراء: وكل لإنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا والله من أعظم العدل والإنصاف، أن يقال للعبد حاسب نفسك ليعرف بما عليه من الحق الموجب للعقاب يوم القيامة. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الله بعدها: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. فاعمل اليوم ما تحب أن يسر عينك أن تقرأه في ذلك اليوم. أربعة أسباب ثبت الله عز وجل بها محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الإسراء. السبب الأول: إقام الصلاة وبالذات صلاة الفجر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قيام الليل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الدعاء: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. القرآن: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. من أراد أن يثبته الوهاب
عليه بهذه الأسباب. باب من أبواب الجنة في بيوتنا، إنه باب الوالدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فأضع هذا الباب أو احفظه. ذكر الله عز وجل في سورة الإسراء بعد أعظم حق وهو توحيده وعبادته حق الوالدين، لعظم شأنهما وعلو منزلتهما وكبير حقهما. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بر الوالدين ليس مناوبات وظيفية بينك وبين إخوانك، بل مزاحمات على أبواب الجنة. وبالوالدين إحسانا. الإنسان مكون من جسد ومن روح، فللجسد غذاء وللروح غذاء، وغذاء الجسد من الأرض لأنه خلق من الطين، وغذاء الروح من السماء لأنها من أمر ربي. قال الله عز وجل في سورة الإسراء: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الجسد بلا روح لا قيمة له. يا متعب الجسم كم تسعى لخدمته، أتعفت جسمك فيما فيه خسر، أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. وغذاء الروح عبادة الله وذكره، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كثير من الخلافات يا إخواني تدور بين مقصود لم يفهم أو مفهوم لم يقصد، ولذلك قيل: للوقاية من نيران العداوات استعمل أحسن العبارات. قال الله عز وجل في سورة الإسراء: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. انظر، في هذه الآية لم نؤمر باستعمال الكلام الحسن فقط، بل أحسن الكلام، لأنه من أعظم ما يغرس الود في النفوس والحب في القلوب ويجلب السعادة ويبطل كيد الشيطان وتحريشه بين الناس. وتذكر دائما أن الكلمة الطيبة صدقة. يقول الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. أحسن الكلمات تؤدي لصفاء العلاقات. في سورة الإسراء ذكر الله المعجزة الخالدة، تحدى الله به الإنس والجن فقال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. من تمسك به هدي إلى الطريق القويم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. واختتمت سورة بأناس أحب القرآن وآمنوا به فزادهم الله خشوعا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.